هذا التواجد من السيدات والشباب والشابات على مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. نتأمل إن شاء الله يكون مشروعنا الثاني أكبر وأحفز للسيدات الأعمال والشباب والشابات. طبعا كرئيسة مجلس سيدات أعمال العرب أفتخر أنه دولة الكويت فيها هذا العدد الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونأمل التعاون كمجلس وكدولة الكويت لرفع من مستوى صاحبات المشاريع. المعرض طبعا فيه أصحاب مشاريع عندهم مشاريع صغيرة ومتنوعة. أنتم تدرون أن رمضان مقبل علينا والقوة الشرائية عالية جدا، فإحنا دائما نحاول أن نحوي المشاريع الصغيرة علشان ننتقي للأجود والأحسن.